عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. تحياتي يا فندم واهلا وسهلا بحضرتك. ولقاء الغد بكره يعد لقاء استثنائي وهام جدا بالنسبه لموضوع السعوديه واللي حدث والجزيرتين. ايه المتوقع في هذا اللقاء من الرئيس السيسي؟ شوف، هو طبعا يعني هنستمع لدوافع هذا القرار وكل عناصره، وطبعا هنبدي يعني مخاوفنا وكل المثقفين الذين تحدثوا عن هذا الامر، لانه احنا متفقين انه في الوطنيه نحن جميعا لا نفرط في حبه رمل من ارضنا. صحيح. وطبعا الرئيس والجيش والقوات المسلحه هم يعني مدرسه الوطنيه المصريه في هذا الامر، فما فيش حد هيزايد على حد، لكن انا اتحدث على مسائل مهمه في لتحديد وضعيه هذه الجزر واهميتها لمصر. وطبعا في كل المسائل زي دي نحن نلتزم بالدستور وبالقانون وبالاعراف حتى المتعارف عليها، بانه حتى لو في قرار زي كده وهناك خلافات حاده في المجتمع، فانا اظن ان الامن هو انه الامر يعرض على استفتاء عام، وده يعني بيحصل في اغلب الدول اللي بتتم فيها مثل هذه الحاجات. يعني انا سؤالي يعني ده اللي ممكن تعرضه حضرتك، انه يعرض موضوع الجزيرتين دول على استفتاء عام؟ لا، ودي وجهه نظري، بس انا هبقى مهتم اكتر بقضايا حقوق الانسان في الحقيقه. تمام، انا عارف. في مثل هذا اللقاء اكتر هيبقى عندي اهتمام باني اطلب من الرئيس بعض الاجراءات وبعض التعديلات التشريعيه، قانون الجمعيات، الافراج عن عدد من الشباب المحبوسين على ذمه التظاهر، الافراج عن الطلبه، يعني دي القضايا الرئيسيه بالنسبه لي. وضعيه حقوق الانسان في العالم اللي هي مصر في نظر المجتمع الدولي، ازاي نعمل على تحسينها وتطويرها، ايه الافكار اللي ممكن اطرحها بشان تطوير التعامل مع قضيه زي قضيه ريجيني مثلا اللي هي بتشكل خطر الان على العلاقات المصريه الايطاليه والمصريه الاوروبيه. يعني انا عندي اهتمام اكبر باعتبار تخصصي يعني. صحيح. في هذا الموضوع. صحيح. يعني طب في القضايا دي بس سريعا، ايه المطالب المتاح في الامكان تحقيقها، وايه المطالب اللي ممكن ننتظر وقت طويل عشان تتحقق، او يعني ربما تتحقق في القريب العاجل؟ شوف، انا اعتقد انه ما نطرحه من تعديلات تشريعيه ممكن تاخد شويه وقت، لانه البرلمان مزحوم بقضايا تشريعيه كثيره، وعنده خطاب رئيس البرنامج الحكومه هيتناقش وهياخد شويه وقت. تمام. في قوانين الزاميه انها تطرح على البرلمان في دورته الاولى بشكل فوري، زي قانون العداله الانتقاليه، قانون دور العباده، دي القوانين المكمله هتاخد للدستور. وقت دي هتضرب. انما احنا عندنا طبعا قانون الجمعيات الاهليه ليه اولويه اولى بصراحه، وانه السيد الرئيس، لان ده الخاص بالمنظمات والمجتمع المدني، ومهم جدا انه احنا نحل الملف ده فورا، لانه هو يعني عندنا صوره نمطيه عن مصر في الخارج مش ايجابيه فيما يخص حقوق الانسان والمنظمات الحقوقيه، وبالتالي حلا للازمه القائمه احنا نعمل قانون الجمعيات اللي نعمل بيه تاسيس تنظيم عمل الجمعيات بشكل قانوني، وبالتالي ده يبقى يعني خطوه مهمه. ايضا القرار الخاص بتشكيل لجنه تنسيقيه ما بين مكاتب حقوق الانسان في الوزارات المعنيه، دي برضو محتاجه يعني برضو ان احنا نديها اليات محدده عشان تبقى قادره على التفاعل مع المجتمع الدولي فيما يخص قضيه حقوق الانسان، لان احنا عندنا عجز شديد في التفاعل مع الامم المتحده والمنظمات الدوليه فيما يخص قضيه حقوق الانسان، وده انعكس على قضيه ريجيني طبعا بشكل واضح. طيب. فاحنا لازم نخاطب العالم بلغه يفهمها، ولازم نقدم نفسنا بشكل جيد ونحسن من اوضاع حقوق الانسان عندنا باكبر قدر ممكن من الاجراءات والقرارات، فلو افرجنا عن عدد من المحبوسين ظلما يعني اظن ده ممكن يساعد كمان، لازم نعمل يعني خطوه مهمه كده ويعلم بها العالم بانه احنا عندنا حرص شديد على حقوق الانسان. انا بشكرك جزيلا طبعا المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان حافظ ابو سعده، ويمكن بحكم